لم تمضي سوى ساعات قليلة على قرار البرلمان العراقي بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم حتى صدر الرد الرسمي على لسان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي وصف القرار بنموذج قاتم لتعاطي البرلمان العراقي مع قضايا شعب كردستان وفقا لمنطق الأغلبية السياسية، مؤكدا بأن الخطوة قضت تماما على أي فرص لاستمرار الشراكة والتوافق مع بغداد. اتخذ البرلمان العراقي وفقا لمنطق الأغلبية قرارا ضد أسس حقوق شعب كردستان، واليوم اتخذ قرارا آخر بإقصاء محافظ كركوك من منصبه على خلفية موقفه الوطني، وهذا نموذج آخر لمنطق الأغلبية، ولو كان باستطاعتهم لقضوا على كل المكاسب التي حققها شعب كردستان وسحبوها منه مرة أخرى. في كركوك ورغم اقتراب موعد الاستفتاء على أهميته السياسية، إلا أن المدينة وساحتها تخلو تماما من أي مظاهر دعائية تدل على ذلك الحدث المثير للجدل، في حين تتباين الآراء بين مختلف مكونات المحافظة التي انقسمت إلى مجموعات مؤيدة للعملية بمجملها وأخرى رافضة وثالثة تقف على الحياد. والله بالنسبة للاستفتاء كركوك، أنا بالنسبة لي كشخص مواطن ساكن في كركوك لم أؤيد استفتاء كركوك، والسبب أنه إذا أؤيد استفتاء كركوك أكو من يعارض. إحنا كعراقيين كل العراق بأكمله، إحنا قاتلنا إيران سنة 1980، العربي قاتل، الكردي قاتل، المسيح قاتل، التركماني قاتل، عجب هسه كركوك تنفصل عن العراق. المكون الكردي مؤيد بطبيعة الحال بل ومتحمس لفكرة الانفصال عن العراق، معتبرا أن الاستقلال يعني الخلاص تماما من مظاهر التعسف والاضطهاد التي عانى منها سابقا. نعم، سنشارك في الاستفتاء بكل حماسة ونؤيد مبدأ الاستقلال والانفصال عن العراق، لأننا تجرعنا كل أصناف القهر والاضطهاد في ظل النظام السابق والأنظمة التي سبقته أيضا، وقد آن الأوان لنعيش بسلام في دولتنا الكردية المستقلة التي تشكل كركوك جزءا أساسيا منها. أما المكون التركماني فقد آثر أصحابه عدم الإفصاح عن آرائهم أمام الكاميرا، فالتركمان الذين يشكلون غالبية أصحاب هذه المحال التجارية الكائنة في قلب كركوك يخافون مما يسمونه الأيادي الخفية. في ظل الانقسام الواضح بشأن الموقف من الاستفتاء بين مختلف المكونات في كركوك، فإن المدينة تتأثر بهذه التجاذبات، لا سيما بعد قرار البرلمان العراقي بإقالة المحافظ. هيوا عزيز، سكاي نيوز عربية، كركوك.